جونيور حب مليك عملية 1-2 وخمس زبير السافي والهدف الهدف الأول لصالح النادي الرياضي سفاقس. الهدف الأول من زبير السافي في 5 دقائق لعب تتغير النتيجة لصالح النادي الرياضي سفاقس عن طريق زبير السافي. 5 دقائق لعب والنادي الرياضي سفاقس يهتدي إلى الشباك عن طريق زبير السافي. ومن الطراب زبير السافي ابن النادي الرياضي السفاقسي كان سبق ان سجل ضد فريق النادي الرياضي السفاقسي لما كان يلعب في صفوف النادي المنصور.